لا لا، ده عيون السمك. هاي شيراز، كيفك شيراز؟ الحمد لله ماشي الحال، ان شاء الله مستمتعين معنا بمشوارنا الحلو على شلالات عيون السمك. طبعا احنا راح نصور اكثر من مكان، راح نصور اكثر من منطقة، وهاي راح نضعها امامكم ان شاء الله، وانتم تختارون المناطق السياحية اللي بدكم ترغبون بها اللي تجون بها لبنان، واللي عنده عائلة من 4 أشخاص أو 7 أشخاص راح يتواصل ويانا ويا شيراز إن شاء الله. الأرقام شيراز موجودة عندنا بالجروبات مالتنا، وكذلك أرقامنا موجودة، أرقام شركتنا، شركة الرحالة السفر والسياحة. هذا شلال عيون السمك. احنا الان باتجاه شلال عيون السمك، وما نعرف يعني في صوندة، في بوري، شلال طبيعي، ما نعرف، راح نصوره يعني. جبل احمر، ما التراب احمر. في بحصة صغيرة، حصو صغيرة علقانة بالدولاب، عم بتكتك على الأرض كل ما عم يبني الدولاب. ايه سمعها؟ لا صار بالفتحات مال الاطار. ايه او الفتحات تعول الاطار، احنا نقول دولاب. هلا احنا ما نستطيع نوقف هون. ها؟ ما نقدر نوقف هنا. ليه بدك وقفك خطر. تصور؟ لا خطر، خطر اذا احنا مسويين اطار. لا هلا بس نوصل بشو يلا ان شاء الله. هيدي بحيرة، بس ما في مطرح واحد ياخذ له صورة صورتين. في عجعب وراكي شيراز. ما؟ عجقة كثير. توقف لكم تنزل تاخذ صورة؟ لا لا ما تقدر توقفين هنا خطر. بس هون على العالي بتقدر تصور أجمل. لا احنا عود ننزل من السيارة. ايه بس هلا صعب شوي على خطر. ها؟ كثير ضيق الطريق يعني اذا سيارة تجي هلا كيف يعني؟ ما بعرف هلا احنا من هنا امان، بس بالرجعة صعبة. ايه
لا ليه؟ اي يعني اذا بيها مجال احنا نصير كثير بحترم وبقدر رايك ومصاريفك، حر بمرتك بنفسك، بس في غيرك يعني الطريق ل من طرابلس، الطريق من طرابلس الى جلال عيون السمك يعني واحد من الطرق الجميله بحقيقه، يعني بصراحه واحد يستمتع الايام اللي تكون فيها الاجواء الطبيعيه، ويكون دائما هاي المنطقه تكون بها غيم، يعني تكون بها غيوم، فيكون المنظر بعد اجمل واجمل. صح طبعا حسب الجو والفصل. وما تجين؟ بلا أجي بس لحتى أني زبط أموري، يعني الواحد يكون عنده شوية التزامات وارتباطات يعني. هاي الظنية، منطقة الظنية اللي هي قريبة على منطقة شلال عيون السمك.